ما يسمى بالعربان الذين هم مطبعين مع الكيان الصهيوني، الذين حقيقة أنا أشبههم بالكيان الصهيوني فعلا الاعتبار كل المشاهد الدامية والدموية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في أبناء فلسطين وغزة. يعني من المؤسف نشاهد الاحتفالات في هذه البلدان، مثلا في يعني استهداف واستشهاد مثلا السيد حسن نصر الله مع شديد الأسف، ونشاهدهم يعني رؤساءهم إداراتهم حكوماتهم مؤيدين للعمليات الإجرامية التي ترتكب في فلسطين وفي لبنان، وكذلك حتى سخروا قنواتهم الفضائية أن تقلب الحقيقة وتتلاعب بالموازين من أجل تخفيف حدة الجريمة. يعني مع شديد الأسف وبعض العرب يقول لك أنه إسرائيل قوة لا تهزم، ويروج لهذه النقطة ويخاف حتى من ظل الكيان الصهيوني. هل اليوم بددت هذه النظرية لو لا زالوا هذول يخافون منهم؟ يعني مع شديد الأسف من يقيم وزنا لإسرائيل هو حقيقة لا يقيم وزنا لإسرائيل، وأنا أعتقد أن هنالك يعني امتعاض حتى من المطبعين من الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وأصبح اليوم الكيان الصهيوني عبئا وثقلا مملا حقيقة في المنطقة. اليوم الكيان الصهيوني يعني يقاتل مع عدة جبهات، مع الجمهورية الإسلامية، مع العراق، مع سوريا، مع لبنان، مع اليمن، مع كثير من الدول التي يستهدفها، إضافة إلى غزة وفلسطين. فبالتالي يعني لولا وجود الولايات الأمريكية ولولا ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الدول، اليوم نجد أن نتنياهو وإسرائيل هي واقفة وتزول خلال أيام إذا ما رفعت الولايات المتحدة يدها عن الدعم لإسرائيل.